لماذا ما عندنا قاعدة نحن عند الله تجتمع الخصوم؟ يعني الآن رجل مات أقدم إلى ربي، أنا ظلمتك ومت، يعني أكثر من موت ماذا ستدعي علي؟ ماذا؟ لماذا سياسة العفو لا نعلمها؟ فقط عندنا سياسة الانتقام، الله ينتقم منه، الله يأخذ حقي. لماذا سياسة العفو مجهولة؟ لماذا كل الناس يخاطبوننا على أنهم مظلومين؟ ما منا من يعفو؟ يا أخي لو جاء رجل قتلك قطع عنقك، تعلم ما يعني؟ حرمك من زوجتك، من أبنائك، من مالك، من رزقك، من كل شيء، قطع عنقك، قطع العنق، هذا يأتي القاتل المقتول يوم القيامة عند رب العزة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المقتول يمسك رأسه باليمنى ويمسك القاتل باليسرى، هل تريد أبشع من هذا المنظر؟ فيقول المقتول: يا رب خذ حقي من هذا المجرم وسله فيما قتلني. يعني ليس فقط خذ حقي، لا، أسأله لماذا قتلني، لأن من أشراط الساعة لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول لما قتل. قالوا: يا رسول الله أعدو؟ يعني يهود والنصارى. قال: لا، تقتلون بعضكم بعضا، قال عليه الصلاة والسلام. واضح؟ لهذا النبي، فالله عز وجل يري القاتل المقتول قصرا في الجنة، فيقول المقتول: يا رب هذا القصر لأي نبي؟ انظر لشدة جماله. فيقول الله عز وجل: هو لك إن عفوت عن أخيك. علم؟ فيقول المقتول: يا رب عفوت عنه. فقال الله عز وجل: خذ بيد أخيك وادخلا الجنة. قال العلم: ما هذه؟ لماذا الله عز وجل عفى عن القاتل؟ قال: لأنه تاب واستقام، تاب واستقام بعدما قتل، تاب واستقام، والله عز وجل تكفل أن ينجيه من النار. لهذا أنت رجل ظلمك، قل عفوت عنه وأجري على الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فلماذا هذه السياسة نحن لا نتبعها؟ أم نحن قوم قساة قليلا؟ يعني أنت تتصور، أعطيك مثال، لما تعفو عن أحد، هل تتصور أنت أن الله عز وجل لن يجازيك عن العفو؟ الله عز وجل لا يبارز بالإحسان أبدا سبحانه، ولا يجعل أحد أكرم منه جل وعز شانه من خلقه. لهذا أنت إن بسطت يدك للناس بسط الله إليك يده، وإن عفوت عن الناس عفى عنك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. الآن مات الميت، أفضل يا ربي، ماذا عليك أنت أو أنت لو ذهبت وأقمت صدقة جارية لهذا الميت رغم أنه ظلمك؟ هل تظنين أن الله عز وجل لن يعلم هذا؟ هل تظنين أن الله عز وجل لن يكافئك جل وعز شانه وتقدس بهذا؟ بل ربما هذا الشيء يدخلك في الجنة لأنك عفوت عن من ظلمك. لماذا نحن هذا سياسة الانتقام في دمنا؟ يعني نحبها ونهواها، وإن لم ننتقم نصاب بالجنون. يجب أن يعني أن نضع سياسة العفو ولو في أنفسنا، نعلمها لأنفسنا لأبنائنا: اعفو عن من ظلمك. هذا هو، لأنك ستأتي يوم تقف بين يدي الله عز وجل تبحث عن حسنة، تبحث عن حسنة واحدة تتفقدها. إذا كان علي رضي الله تعالى عنه على جلالة قدره يقول: لو أعلم أن لي حسنة قبلت لاتكأت عليها. نحن لا. لهذا من قمة الخذلان أن يظن العبد، أعيد، من قمة الخذلان أن يظن العبد أن كل عمل صالح مقبول وكل ذنب مغفور. هذا ليس عند رب العالمين. ربما يغفر لك بصفاء قلبك، نعم، لكن الله عز وجل يعامل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بالسيئة، وظلم العباد لا يغتفر إلا أن أحسنت واستقمت. لهذا أنت ظلمك اصنعي شيئا يظهر عليك العفو. اعفو عن من ظلم.